أكثر الهجمات الرائعة التي قام بها النسر على الفريسة. يعتبر النسر واحداً من أخطر الطيور التي توجد حول العالم، حيث أنه يوجد خطر كبير جداً على الكثير من الكائنات الحية. ولحسن الحظ أنه تم تصوير بعض من المشاهد التي توضح الهجمات المختلفة التي قام بها النسر على هذه الكائنات، ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم بعضاً من هذه المقاطع التي سوف تنال إعجابكم بكل تأكيد. قبل أن نواصل، تأكد من نقر على زر الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ولتكن من السابقين. الأرنب. كان يحاول هذا النسر الهجوم على هذا الأرنب، خاصة بسبب أن النسر لم يأكل لمدة أسبوع، ولكن كان من الواضح أن هذا الأرنب يتمتع بقدرة رائعة جداً في المراوغة، وهي التي جعلته قادراً على الهرب من أربع هجمات متتالية من النسر كما هو موضح أمامك. ولكن في الهجمة الخامسة استطاع النسر الإمساك بهذا الأرنب، وبعدها قام برفعه في الهواء وطار به حتى يصل إلى العش الخاص به كي يستطيع إطعام أطفاله. كلب. هذا الكلب الصغير المسكين كان يعتقد أن هذا النسر يحاول اللعب معه، ولهذا لم يكن يظهر على الكلب أي من ملامح الخوف، حتى جاء هذا الرجل وقام بإبعاد النسر قبل أن يهجم الهجمة الخطيرة على الكلب. وفي هذا الفيديو الآخر كان هذا الكلب يحاول إحضار الطعام إلى أبنائه، ولهذا تركهم على الجبل، ولكن في هذا الوقت قام النسر بالهجوم على هؤلاء الصغار، واستطاع رفع واحد من هؤلاء الصغار والطيران به، وحينما حاولت الأم العودة لإنقاذه لم تكن قادرة على ذلك بسبب أن النسر طار به بعيداً. الدب البني. بالرغم من أن الدب البني خطير وكبير في الحجم، إلا أنه في هذا الفيديو كان قادراً هذا النسر على أن يضرب هذا الدب في وجهه بهذه الطريقة التي تؤكد على أنه لا يخشى أي شيء. وفي هذا الفيديو قام هذا الدب وصغاره بالسيطرة على هذا العش الخاص بهذا النسر، وكان النسر في حالة ضعيفة جداً ولم يكن قادراً على السيطرة على هذا العش الخاص به. طائرة دون طيار. كانت هذه الطائرة تحاول تصوير بعض من المشاهد الرائعة عند هذا الجبل، ولكن في هذا الوقت قام هذا النسر بالهجوم على هذه الطائرة ومحاولة تدميرها حتى أنها سقطت على هذه الشجرة، وكان النسر يحاول تدمير هذه الطائرة كما لو كانت عدواً لدوداً له. الخنزير البري. الخنزير البري هو واحد من الكائنات التي تتعرض إلى الكثير من الهجمات من قبل الحيوانات البرية، وهذا يعني أنه يتعرض إلى الكثير من المخاطر. وفي هذا الفيديو كان يحاول مجموعة من صغار الخنزير البري عبور هذا الطريق، ولكن قام هذا النسر بالهجوم عليهم واستطاع الإمساك بواحد منهم وقام بقتله. وبعدها عندما جاءت أم هذه الخنازير كان النسر يختبئ فوق الشجرة، وبعد أن رحلت أم هذا الخنزير الميت قام النسر بأخذه إلى العش الخاص به كي يستطيع تناوله بحرية. الذئب. قامت مجموعة من الصيادين باستخدام اثنين من النسور في هذه المنطقة حتى يتمكنوا من القيام بعملية صيد، وعلى الفور تمكن النسور بسبب قوة النظر من رؤية هذا الذئب الذي قرروا الهجوم عليه. وفي هذا الوقت كان الذئب يحاول أن يجري بأسرع صورة ممكنة كي يستطيع الهرب والابتعاد عن هذه المنطقة الخطيرة، ولكن لن يستطيع هذا الذئب بالطبع التفوق على سرعة النسر، وهذا ما جعل النسر القادر على القضاء على هذا الذئب بهذه الصورة المتوحشة، وتمكن صديقه من إتمام هذه المهمة معه حتى استطاع الصيادون الحصول على الطعام الخاص بهم. ثعلب. استطاع النسر رؤية هذا الثعلب بوضوح، وكان يرغب في الهجوم عليه بصورة متوحشة جداً، وعندما استطاع الثعلب رؤية هذا النسر كان يشعر بخوف كبير جداً، وهذا الخوف دفع الثعلب إلى محاولة الهرب. وبالرغم من أن النسر حاول الهجوم عليه إلا أن الثعلب استطاع الهرب في النهاية. سمكة القرش.
يعتبر النسر الأصلع الأمريكي من أشهر النسور التي تهجم على الكائنات البحرية. وفي هذا الفيديو كان هنالك هذا النسر من نفس الفصيلة الذي استطاع الهجوم على سمكة قرش كانت مجروحة على الشاطئ، وكانت تحاول سمكة القرش العودة إلى المياه مرة أخرى من جديد، لكن جاء هذا النسر الآخر الذي جعل فرصة نجاة سمكة القرش مستحيلة. القرد. يعيش القرد مع النسر في نفس البيئة الطبيعية التي يعيشون فيها، وهذا يعني أنه في الكثير من الأوقات تحدث العديد من الهجمات من قبل النسور على القرود. وفي هذا الفيديو كانت هنالك مجموعة من القرود تقف على هذه الشجرة، وقرر هذا النسر الهجوم على هذه القرود. هذا دفع الكثير من القرود لمحاولة الهرب والنجاة من هذا الموقف الخطير، لكن في النهاية استطاع النسر الهجوم على واحد من القرود والطيران به في الهواء حتى يقدمه كوجبة لأطفاله في العش الخاص به. الغزالة. قام هذا الصياد محاولة استخدام هذا النسر لكي يستطيع الهجوم على هذه الغزالة، وكانت تحاول الغزالة الجري بأسرع صورة ممكنة، ولكن استطاع النسر الهجوم عليها كما هو واضح في هذا الفيديو، بالرغم من أنها كبيرة في الحجم، ولكن يقال إن النسر قادر على صيد الفرائس التي تتفوق عليه في الحجم بكل سهولة. القطة. في الكثير من الأوقات يستطيع النسر بسبب شدة الجوع الهجوم على القطط المنزلية الأليفة، وهذا ما حدث في هذا الفيديو، حيث كان النسر يمسك هذه القطة على هذا السياج، وكانت القطة تشعر بالخوف ولا ترغب في أن تترك هذا السياج. وفي هذا الفيديو أيضاً كان هذا النسر يهجم على قطة سوداء في الشارع وكانت ميتة، وكان يخاف أي شخص الاقتراب من هذا النسر. وفي هذا الفيديو كان يحاول النسر الهجوم على القطة، لكنه في المرة الأولى لم يستطع، وفي المرة الثانية استطاع، ولكنه لم يتمكن من صيدها، وهذا ما دفع القطة إلى الجري خلف هذا النسر. تمساح. يعمل التمساح على وضع البيض الخاص به على التربة، ويقوم بدفن هذا البيض ويعود إليه بعد 3 شهور، وبالفعل بعد 3 شهور خرجت التماسيح الصغيرة من داخل هذا البيض، ويقوم التمساح في هذا الوقت بوضع هذه التماسيح في فمه حتى يعود بهم إلى النهر، ولكن في هذا الوقت استطاع النسر الهجوم على هذا التمساح الصغير، ولم يستطع التمساح الأم تقديم المساعدة لابنها. الماعز الجبلي. الماعز الجبلي هو واحد من فصائل الماعز التي تعيش على المنحدرات على الجبال في الجزء الشمالي الغربي من أمريكا، وكان يحاول هذا النسر الهجوم على واحد من بين باقي أفراد هذا القطيع، ولكنه لم يستطع إلا بعد أن شهد هذا الماعز الوحيد الذي كان بعيداً عن أمه، وبعدها استطاع الهجوم عليه والطيران به في الهواء كما هو واضح في هذا المشهد. الكنغر. حاول هذا النسر الهجوم على هذا الكنغر بسبب شدة الجوع، وكان يرغب في افتراسه، ولكن بعد أن استطاع النسر الهبوط من مسافة قريبة بالقرب من الكنغر، قام الكنغر بتسديد بعض من الضربات القوية على هذا النسر، واستمرت المعركة بينهما. الأخطبوط. يستطيع النسر بمهارة شديدة جداً الهجوم على الكثير من الكائنات البحرية، وهذا ما حدث في هذا الفيديو، حيث استطاع هذا النسر الهجوم على هذا الأخطبوط، وتمكن هذا الصياد من تصوير هذا المقطع الذي فيه كان من الواضح أن النسر يسيطر على الأخطبوط بدرجة كبيرة جداً، ولكن في النهاية تم الفصل بين هذين الحيوانين، ولم يتعرض أي واحد منهما إلى الخطر. لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.